انا عندي 5 تيتر خديتهم بديت كيما قلت لك سيزون، خديت اول تيتر ديالي ديك الساعه. ايزون اورغانيزي واحد ميس مراكش، كنت خديت هذاك داك لو تيتر. وابري فاش مشيت درت الدراسه ديالي في انجلترا، كنت شاركت في باتل اوف ذا ران واي تاع لي ديفيلي دو مود، ودرت ميس كيرف، ودرت ميس اغاب يو كي، ميس اغاب يو كي لندن 2011. والاخرانيه اللي درت اللي شاركت فيها هي ميس اغاب يو اس اي، اللي ربحت فيها ميس اغاب يو اس اي تالون. فتتكون تجربة زوينة، تتلاقي مع ناس من جميع أنحاء العالم، تتعرفي على دوتر كولتور، على دوتر تراديسيون، تديري علاقات مع دي زامي. يا بوكو دو شوز اللي تتعلمي منهم في هذوك التجربة، ما تتكونش هي منافسة على 100%، تتعلمي منهم بزاف ديال الحاجات. و انا التجربه ديالي كلها تعلمت منها شي حاجه، فماشي على الجمال ولا، حيت هذوك الناس ما تيشوفوش هي الجمال، تيشوفوا بزاف ديال الحاجات وحده اخرين، هي الثقافه ديالك، و اسكو توي سوسيابل، اسكو توي جانتي، اسكو توي، فهمتي بزاف ديال الحاجات عاد الجمال، ماشي اول حاجه تيشوفوا هي الجمال. يعني تكون هي في الحقيقه بحال هكا، فاش تكون التدريب ديال الحفل، تيكونوا هما ديك الساعات يراقبوك كيفاش تتعاملي مع البنات الاخرين، واش انت تي اغريسيف، واش تي جونتي، واش تعاوني مع البنات الاخرين في لا كوريغرافي، واش فهمتي، واش تندمجي مع الناس، واش تساعدي شي وحده الا ما عرفاتش كيفاش دير. وهذا هادشي كله تنتبهوا ليه هما. اون بليس دو سا كاينين لي كيسيون، لي كيسيون تاع لا كولتور جينيرال ديالك، تيسولوك اسئله، تيشوفوا واش انت متقفه، واش تقراي، واش فاهمه شنو كاين على السياسه اوسي، تدخل في هذا الشيء ولا بدا يسولوك شي سؤال في السياسه. يا بوكو دو شوز. ديك شنو هو المشكل ديال التيروريزم، كيفاش يمكننا نتخلصوا منه؟ يعني دي تروك فريمون ديب اللي جيتي تشوفي في ميس اغاب يو اس اي، كانوا يسولونا شي اسئله صعاب شويه، اللي تقولي انا فنانه ما عنديش علاقه مع السياسه، ولكن واخا هكاك تيخصك تجاوبي، وتيخصهم يشوفوا الراي ديالك كيفاش هو. يا بوكو دو شوز، كيفاش نديروا، كيفاش يمكن يكون هذا العالم هذا فيه السلام، كيفاش نتخلصوا من الحروب وجافي. يعني يفو افوار بيان سور، ورا خاصك تجاوب، خاصك تفكر ديك الساعه وتجاوب وتقول الراي ديالك، واخا الراي ديالك ما تكونيش ما تهضرش مع بحال شي واحد سياسي اللي فاهم اش كاين، وهذا هاد جاوبي الجواب اللي قديتي عليه، وهما هي ياخذوا باعتبار الجواب ديالك. واسئله اون جينيرال على الفاشن، تشوفك واش شويه كلاس، واش مزات لبسي، واش تتناسقي لي كولور، الميك اب ديالك واش سي ترو ولا سي ليجي، بزاف د الحاجات تنتبهوا ليها من غير الجمال.